أني بديت وياي قصة الزواج من أنا صغيرة، ما عدنا حظ بهذا الموضوع. أول شي أختي يعني كنت صغيرة، يعني ما يعني تقريبا 10 سنوات، أختي كبيرة كان عمرها يعني 17 سنة، زوج السنة وطلقت. الناس كانوا يستغلوننا، إحنا من عائلة فقيرة، يعني بيتنا على قد حالنا، قاعدين المنطقة همين على قد حالنا، ما قدرنا نكمل دراسة. الولد يشتغلون ويا أبوي على مود العيشة، فاللي وأبوي فقير من النوع اللي مو هذا اللي يركض ورا، يعني شلون اللي يريد مثلا فلوس أو شيء أو ياخذ حياتي. هاي أختي من طلقت، أنا بعدين عرفت إنه هي طلقت كشو ما انطوها، لا حقوق ولا هاي، طلقوها وغصبا عليها يعني. اليوم يعني بعد انتقال العراق إلى المجتمع الجديد، المجتمع الديمقراطي المبني على أسس قانونية قضائية حقيقة، يعني بدأت العوائل تفهم حقوقها، تفهم واجباتها، وخصوصا المرأة. المرأة كانت عندما تذهب إلى بيت الزوجية لا تفهم ما لها وما عليها، وبالتالي يعني حتى أيام وجودها ببيت الرجل ما تعرف شنو حقوقها ولا تعرف شنو واجباتها. مجرد امرأة انتقلت من بيت إلى بيت آخر تقوم بواجبات معينة، واجبات منزلية، لكن من تذهب إلى الطلاق، وكان محدود الطلاق، يعني المواطن ينظر إلى نظرة العراقي باعتباره رجل شرقي، يشوف أنه موضوع الطلاق طلاق بنته أخته معيب، لأنه المرأة راح ينظر إلى على أساس امرأة مطلقة، يعني تتحدد حركتها. اليوم هذه تواصل شبكات التواصل الاجتماعي أعطت حرية للمرأة أكثر، يعني قامت تعرف شنو إلها، شنو واجباتها، شنو حقوقها، وأحيانا تنتظر راح تحصل حقوقها، يعني تحصل المكتسبات المادية بعد الطلاق، وخصوصا اذا عرفت شنو ايش راح تحصل. يعني لذلك للاسف الشديد عند اول مشكله بين الزوج والزوجه تذهب الى طلب الطلاق. وخطيه كان عندها طفل، وهذا الطفل عربه ويانا، بس بعدين هي من كبرنا شويه قدرت انه تسوي له نفقه وهيك شيء، وهي يعني خطيه سعت، وكان ابويا رافض لانه احنا كلها مو قد هذول الناس، ومن نوع الناس اللي هم كانوا كلش يتهجمون، فانا عشت بهاي الاجواء، انا ما كملت دراسه. الحقيقة العديد من الأسباب تؤدي إلى الطلاق أكيد، يعني أولا الزواج المبكر، يعني وضع العائلة الفقيرة يحاول يدفع العائلة الأب والأم إلى تزويج بناتهم وأولادهم بوقت مبكر، خصوصا البنات يعني يحاولون أن يخلصون من عندهم وعن مشاكل معيشتهم إلى آخره، باعتبار أنه الزواج راح ينقل الفتاة إلى بيت آخر، ويكون الزوج هو مسؤول عن حياتها، عن متطلباتها، ويخفف العبء عن الأب والأم. هذا ما يتصور الأب والأم. الحقيقة هي واحدة من الأسباب، أسباب كثيرة. هذه الحقيقة العلاقات الفيسبوكية نسميها، يعني اللي تبني علاقة فتاة مع رجل، مع شاب بسن المراهقة، عن طريق الفيسبوك، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي أولا العلاقة ليست متينة، يعني ما مبنية على أسس صحيحة للأسف الشديد. وموضوع المراهقة هو اللي يدفعهم إلى الإسراع بالزواج وإلى الإسراع بتقرير هذه الحالة. كثير من الحالات الحقيقة هي هذه أهمها، بعدين الفارق بين الرجل والمرأة، الفارق الثقافي. معظم النساء المتزوجات يعني ما تمتلك الخلفية الثقافية العلمية التي تتساوى بها مع الرجل. هنالك مسألة مهمة، يعني الفتاة عندما تنتقل من بيت أهلها البيت الفقير إلى بيت الزوج، تتصور أنه راح تعيش حياة سهلة مريحة، تتحقق بها أمانيها ما كانت تتمناه يعني بعد الزواج.
بعد الزواج تصطدم بواقع الحال، تلقى عائلة كبيرة مكونة من الزوج وأخوته وخواته والأم إلى آخره من عدد هائل من الأشخاص في العائلة، تضطر إلى خدمتهم، وبالتالي هي امرأة غريبة يعني، والناس ثقافاتهم محدودة، فيبدون يحملوها أكثر من طاقتها، تلجأ إلى موضوع الطلاق. نعم طبعا قضية الطلاق احنا صدق نشوفها يعني بعدة صور، ولكن في درجة الفقر نشوفها بنسبة عالية. ليش؟ لأن هي أساس الاختيار خطأ. نشوف مثلا دائما الغني المقتدر صاحب الشهادة صاحب المقدرة المالية يكون اختياره بطيء، يعني يظل يتعنى بالاختيارات، ولكن قضية الفقر هي حيل دفاعية، هي هروب من الواقع. شوف مثلا واحد، هو دائما للأسف نشوف الفقير يرافق قضية إنجاب كثير، هي هاي المشكلة يعني حسب نظرية الماسلو، فتشوف قضية الإنجاب الموجود، فهذا ما يقدر يلبى طلبات الفتيات، فلذلك أول نصيب اللي يجيها يقول لك يعني من باب أنا خليها برغبة رجال هو يصرف عليها ويخلص من مسؤوليتها، لا سيما خاصة في الفترة الأخيرة صارت هناك تحديات عدا الفقر، تحدي الانترنت، تحدي الوضع المربك، فهذا القلق العائلي الموجود دائما هو اللي يجعل الزواج يكون زواج مستعجل، احنا نسميه علم الاجتماع، بدون تفكير مجرد رجل وانتهى الموضوع، وبعدين تطلع آثاره، اي آثاره طلاق، آثاره استغلال، آثاره مثلا عدم وجود، يعني ما نقول خيانات، ولكن هناك ضعف في الحاجات الأساسية. يعني كنت خايفة كل شيء من الزواج، خايفة من الشخص راح يتزوج يخاف يستغل أهلي ويستغل هذا ضعفهم، وكنت أريد أسعى أنه أساعد أهلي، أنه أنا أريد أشتغل، أريد أي شيء أسوي حتى أبيع، أو يعني تصوري أجيب حلويات وأبيع الجهال يعني بالمنطقة حتى أساعد أهلي، هيك يعني كل طموحي أني أساعد أهلي. فبعدين عن طريق أبويا شخص هو يعني عنده سيارة يشتغل على السيارة، وقال خوش ناس وخوش ولد وهذه، فرايد بنية يعني أنا قبلت، لأنه بعد صرت بعمر لازم أتزوج وشوية أخفف عن أبويا ومصاريف يعني، وقلت إن شاء الله أعوضهم، إن شاء الله هذا الولد يطلع زين وهم يساعد أهلي، يعني كل هدفي كان إنه أساعدهم، وضعهم هم مهدد، واللي تكبروا وما تزوجوا لأنه يعني ما عندهم فلوس. تزوجت كان هذا الولد هو زين وما عندي مشكلة وياه وماكو أي مشكلة، بس كان شوية يعني تجي حالات بالليل شلون يجي فرحان ما أدري شو، ما كنت أعرف ليش. بعدين عرفت إنه هو ياخذ مخدرات، ياخذ فتشي هيك حبوب، بس أنا يعني هذا الموضوع كان ما مضوجني أبد، ولا عادي يعني يجيني فرحان وسعيد. وصح وثاني يوم نتعارك على شنو؟ كان نتعارك على المصرف اللي يعطيني اياه اني اضم منه انطن اهلي، وما اني يعني اقهر عليهم واقول له يعني هم خطية يستحقون، اخذها من باب ذولي اهلك وساعدهم، او مرات اشتري لهم اشياء من اروح للسوق اشتري لي واشتري لاهلي، ومن اروح لهم اخذ لهم هاي الاشياء. اهلي يعني ما لاحظوا انه زوجي ما يقبل، لان كان هو يتعارك بس وياي ما يوصل لهم. اذا نرجع الى الشريعة الإسلامية وخصوصا المذهب الجعفري، يعني ينظر إلى المرأة على أساس تابعة للرجل في خصوص الصرف المالي، يعني الرجل هو مسؤول عن الصرف عنها، يعني قد ما تمتلك المرأة من موارد مالية هي حرة بالتصرف بها من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية، يعني تستطيع المرأة أن تصرف على أهلها، تصرف على زوجها، تصرف على أولادها بشكل غير محدود. طبعا بالتأكيد احنا اذا نرجع للواقع والحقيقة يجب ان ترجع بالتنسيق، يعني تتنسق مع زوجها على ضرورة الصرف، وبإمكانها انه تبني بيتها، يعني هي بالتأكيد المرأة عندما تتزوج اصبحت مسؤولة عن عائلة، وبالتالي يجب ان تنظر الى مستقبل هذه العائلة، مستقبل الزوج، مستقبل الاولاد، مستقبلها هي ايضا قبل ان تنظر الى أهلها. نعم أهلها يستحقون باعتبار أنه قاموا بالتربية أوصلوها إلى ما هي عليه، لكن الـ يعني الحقوق الأولى
المسألة الأولى والمهمة هي حقوق العائلة، حقوق عائلتها يعني. لا بأس أن تصرف على أهلها، بشرط أن لا يكون ذلك مؤثرا على الإيراد أو المورد المالي للعائلة، وممكن أن يؤثر على زوجها. بغض النظر عن الجنب الدينية، هل يجوز للمرأة أن تأخذ من أموال زوجها بدون علمه وهكذا؟ يعني هذه فرع ثامن، أول مختصاص وشيء ثاني موضوع آخر. ولكن إذا نجي على هذا تحليل القضية، هو تحليل أنا أشوفه يعني هي من حرص الفتاة، من طيبتها، من إيثارها الموجود، فهي ما تفكر بنفسها. كثير من البنات للأسف عندما تنتقل إلى بيت الزوجية تشوفها عندها راتب، هي نفسها موظفة وعندها راتب وإلى آخره، ولكن تنسى الأهل. ولكن شوف هذه برغم من فقرها، برغم من حاجتها الأساسية، تفكر بأهلها قبل ما تفكر بنفسها، لذلك التجأت إلى أن تأخذ هاي الأموال، والله هي تقدر تصرف على نفسها. ولكن هذا أنا أعتبره من خانة الإيجابية، خانة الإيثار، ولو المفروض يكون هناك تفاهم بينه وبين الزوج. إحنا ليش دائما أستاذتي العزيزة، إحنا بعلم الاجتماع العائلي نركز على قضية الخطوبة. قضية الخطوبة هي اختبار للفتيات، هي كشف الأوراق، هي دراسة نفسية، كل الأشياء موجودة في هذه الفترة. مثلا من ضمنها مثلا إذا موظف تزوج موظفة يتفقون حتى على راتبها، تراني راتبي نص أنطي لأبوي نص لأمي نص، حتى هذه الاتفاقات موجودة. بهاي القصة ما لقينا هاي فترة الخطوبة، هاي مغادرة، مجرد قضية تسامي من الكلام الأهل إلى الزواج مباشرة. لذلك ضاعت كل الاتفاقيات الموجودة بيناتهم، ما هناك اتفاق. لذلك احنا نشوفه الولد تفاجأ وأخذ هو العصا البقي يلوح بيها بالقوة، والله أخذت مالي بدون ما تقول لي بدون كذا. وأيضا شفنا العائلة ما قبلت على هذا التصرف برغم من هي المستفادة. فإذا احنا ما نريد اليوم البوبها من ناحية الاستغلال، من ناحية، ولكن جانب إيجابي للفتيات، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك اتفاق. من كثير من الفتيات الآن يريدن يساعدن أمهن وأبوهن إذا كان حالة فقيرة، ولكن يا حبذا لو كان هناك نوع من الاتفاق، نوع من الخبر على الأقل إلى الزوج، حتى ما توقع مثل ما وقعت بيتنا. صارت عيد بنية وهذا الموضوع نفس الشيء، احنا نتعارك على المصرف اللي يعطيني إياه. أهل زينين قطية وما واصل إلهم، أنا بيني وبينه لا أهلي يدرون ولا أهلي يدرون شو المشاكل اللي تصير بيناتنا. صح يسمعونا نتعارك، يسمعونا يعني صوتنا عالي وهيك شيء، بس ما يدخلون ما يسألون. هناني طبيعية وياهم واشتغل وساعد وعاش شغلة، أحب يعني أحب أشتغل، أحب البيت، أحب هاي الأشياء، فما أثر علي الحياة ويا عيالي. فبدأ يضغط علي، هو يضغط علي بأنه لا تطين وظل ما يطين مصرف. فأنا ظليت أشكل أهلي، وأبوي حاجة ليش ما تطيها، قال عام تطيكم وتصرف عليكم. فصارت مشاكل ويا أهلي ويا على هذا الموضوع، أنه شنو تنطين الأهلي، شوف هم أصلاً همين قالوا إحنا ما كنا ندري أنه هو ما يقبل، يعني ليش تسوين هيك شيء حرام، يعني شنو إحنا تصدقين علينا. حتى أهلي يعني زعلوا من يمي. الرجل هو المسؤول عن الصرف عن الزوج، يعني بعد الزواج حتى وإن كانت موظفة كانت أو كان لديها إيراد من مصادر أخرى مستقلة، هي حرة بالتصرف فيها من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية. حتى لو هو مقابل طبعا هو يفترض أنه ما يسألها، يعني من الناحية القانونية والشرعية ما يسألها أنت ليش صرفتي على أهلك، هذا حق الشرعي والقانوني. لكن نقول إحنا أنه بما أنه أصبحت لديها عائلة جديدة وهي مسؤولة أيضا بالمشاركة، يعني المرأة مع الرجل يتساوون بالحقوق والواجبات، يعني أيضا تتحمل جزء من المسؤولية، لذلك يجب أن تصرف على بيتها قبل أن تصرف على عائلتها. وإن صرفت يعني إذا كان هنالك مجال لأن تصرف على أهلها، بالتأكيد هذا ليس معيب أيضا، وخصوصا إذا كانت العائلة أهلها إذا كانوا في حالة فقر محتاجين إلى من يدعمهم ماليا، أعتقد أنه هذا الموضوع طبيعي. بس إحنا للأسف الشديد ما واصلين لهذا المستوى من الثقافة بحيث نفهم شنو واجبات الزوج شنو واجبات الزوجة. الرجل مسؤول عن الصرف، يعني حتى لو كانت المرأة لديها راتب مجزي
يفترض أنه الرجل هو اللي يصرف عليها، يصرف عليه ويصرف على أولاده، هذا حق يعني حتى بموجب قانون الأحوال المدنية العراقية. أنا متأكد لو كانت مفاتحة بالموضوع وبأسلوبها الجميل يمكن كان يوافق، وكان هو يبادر بالمساعدة، ولكن هو اعتبر نفسه مغفل، اعتبر نفسه استغلته يعني من هاي الأبواب اللي. فبعدين أنا بطلت من هاي السالفة، بس شفت الموضوع يعني أهلي حالتهم نفس الشيء، قطيش قد ما يشتغلون يعني ما يتوفقون الولد، عتهم أختي وابنها ومصاريف والولد بالمدرسة، فما أعرف أني ما ارتاحت يعني، فقلت لزوجي أريد أشتغل، أنا أريد أشتغل، هاي البنات عادي يروحن يشتغلن مكان آمن، أي شيء يشوف لي شغل. طبعاً هو رفض وما قبل، وظلينا نتعارك على هذا الموضوع، ففكرت بأنه أنا أطلق أحسن، لأن سمعت مطلقات يأخذون راتب وممكن من هذا الراتب أساعد أهلي، فظلت أصر على الطلاق، وشو إذا ما تخليني أشتغل طلقني. فهذا كان، وأهلي قلت لهم إنه هو يأخذ حبوب ويأخذ مخدرات، فهم طبعا ضاجوا من يمه. أنا أصلا هذا الموضوع ما كان مضوجني، بس حتى أقنعهم على موضوع الطلاق، فهم قالوا له بطل. هو هنا أنا قال شلون فضحتيني، قلت لأهلي شلون لا أهلي يدرون ولا وشنو ما يدرون، هو واحد مبين عليه بس هم ساكتين وأنا كنت ساكتة، بس ردت السبب إنه أنا أطلق. واحد من الأسباب الرئيسية هو هذا موضوع المخدرات، أعتقد أنه أصبح داء خطير وبدأ يهدد حتى الأمن الاجتماعي في البلد، يعني لأنه معظم الناس للأسف الشديد خصوصا الشباب المراهقين بدأوا يتعاطون بشكل غير صحيح، وبالتالي ماكو وازع، ماكو أولا لا توجد حدود معينة للثقافة عند الشباب وخصوصا المتزوجين حديثا، يعني يفترض أنه الشاب ينظر إلى مستقبله، مستقبل عائلته نظرة جدية بحيث أنه يميز بين الصح والخطأ. المسألة للأسف هذه الظاهرة بدأت تنتشر بشكل غير طبيعي، بدأت تغزو حتى المدارس للأسف الشديد، وحتى ويعني وإذا ردنا نتكلم بصراحة أكثر بدأت تغزو حتى مدارس البنات للأسف، وهذا يعني موضوع خطير جدا أدى إلى تفكك العوائل وحصول كثير من المشاكل، بالإضافة إلى الخيانة الزوجية، إلى عدم الثقة بين الرجل والمرأة، وبالتالي أصبح الموضوع الطلاق وارد جدا في العوائل التي يتعاطى أفرادها هذه المخدرات. مهدمات العائلة أكو مو مهدمات، مشاكل هاي مثل ما نقلنا عدم التفاهم إلى آخره، هذا ينحل، ولكن هناك مهدمات العائلة اللي يعني رئيسية خلنا نعتبرها، من ضمنها مثل الخيانة الزوجية، من ضمنها أيضا هذه تعاطي المخدرات. المخدرات الآن منتشرة بشكل واسع وإحنا نعرفها، ولكن عندما تدخل البيت شيء ثاني، يعني تصوري مثلا إنسان عندما يأخذ المخدرات يفقد عقله، وهناك كثير من الجرائم من ارتكبت في مجال قضية المخدرات، وإحنا إذا نسمع بالإعلام هذا اللي قتل عائلته وهذا اللي قتل زوجته وإلى آخره. فهي من قالت أنا ما يخالف قابلة على هذا الوضع، هذا ترى هي مو قابلة على المخدرات، ولكن أولا ما عندها بديل ثاني إلى هذه القضية، درست الحالة، قالت أنا هذا إذا أعوف وأروح راح أرجع إلى نفس الفقر ولا نفس المشكلة، فلذلك تحملت هذا الوباء في سبيل. يعني أنا دائما أقول هذه الفتاة بها عنصر جميل، هي عنصر التضحية دائما، شوفها تضحي بسمعتها، تضحي بأكلها، تضحي بشهادتها، تضحي بأي شيء في سبيل أن تبقى هي محافظة على عائلتها ومحافظة على نفسها، وإلا هي قضية المخدرات هي منبوذة بكل الأحوال. فكان هو السبب هذا، فصارت بيناتنا يعني ملاحم لحد ما هو قبل أنه يطلقني، وخلاص ماكو بيناتنا شيء، فرحنا للمحكمة، أول شيء طلقني السيد هو، فقالوا أنه تأخذين قرارك تأخذيني مؤخر، بس هو شرط عليه قال يعني ما أعطيك فلوس أنا ما عندي، فقالوا لي لازم تطي منها جزء وهاي، فأنا قلت له عادي أي شيء، فأخذت غراضي ويعني
فترة صارت يظل يعطيني شوية شوية من المؤخر مالتي، بس أني كل همي هنا بس طلعت الأوراق وطلعت كملت كل شيء، رحت قدمت على المطلقات وضفت باتهاماتين، فانتظرت لحد ما يطلع لي الراتب وطلع الحمد لله. فهنا أنا شوية ارتاحت وقلت لأهلي أنا أريد أشتغل، أهلي ما يعني ما مانعوا وقالوا يعني من حقك حتى تعيلي نفسك وهاي. فأنا اشتغلت وقدرت يعني شوية يعني أساعدهم، قدرت شوية أرمم البيت، قدرت أساعد. الفتاة خصوصا المراهقة عندما يعرض الزواج عليها تفرح في بداية قبولها للزواج، باعتبار أنه سوف تنتقل إلى جو جديد، إلى عائلة جديدة، تتصور أنه راح تخلص من قيود العائلة، من قيود الأب، من قيود الأم، وراح تعيش بحرية وتحقق ما تريده، وممكن أن تستقل عن عائلة أو أهل زوجها، لكن ترجع من جديد عندما تطلب الطلاق تفرح أكثر بعد. ليش؟ لأنه اصطدمت بالواقع وشافت القيود نفسها، أو إذا ما كانت أكثر، لأنه الزوج أحيانا يكون غيور على زوجته أكثر من الأب والأم، فلذلك يقيدها أكثر، لذلك تطلب الطلاق. عندما تطلب الطلاق وتحصل على الطلاق، اولا ترجع من جديد تقول انا راح احصل على حقوق، على حريتي هذه اولا. اثنين، موضوع الخوف من انه هذه الفتاه مطلقه، هذا الموضوع انتهى يعني تقريبا في مجتمعنا، ما حد ينظر الى موضوع هذه الفتاه المطلقه او غير مطلقه. سابقا كانت العوائل تنظر الى هذا الموضوع. اثنين، انه راح تحسب مكاسبها الماديه، الآن هي استقلت عن زوجها، راح تحصل النفقة، راح تحصل المؤخر، راح تحصل إلى الامتيازات الأخرى، وبالتالي راح تتصور أنه راح تمارس حياتها بحرية أكثر، فلهذا تسرع إلى عملية طلب الطلاق، خصوصا وأن المبررات للطلاق كثيرة، يعني ممكن أنه يعني ممكن أن توصل إذا كان لديها محامي معين يوصلها إلى كثير من الأسباب ويعرضها أمام المحكمة، قد لا تكون صعبة لحصولها على موضوع الطلاق. هي طبعا هي لازم أكو هناك يعني وصلت إلى مرحلة، دائما إحنا نشوف الإنسان اللي يتحمل لازم عنده فد خط يوصل إليه، وصلت إلى خط اللانهاية، يعني صبرت وتحملت، ولكن عندما لها كبرت المشكلة تعاطي وتجاوز وما يسمح لها يعني، وفقر ثاني مرة، فدرست الأوضاع، شافت قضية القرار بأن هي مشكلتها مو مشكلة حب، ولا لأن هي أساس الزواج ترى هو زواج على مود تخلص من حالة الفقر. يعني شوف نوبات الإنسان من يروح إلى هدف معين يبقى وراء هذا الهدف أكو أهداف ثانوية، هي مو هدفها أن تحب هذا الشاب، لا، هي هدفها أن تخلص من الفقر. فمن شافت بديل راتب الرعاية الاجتماعية وراح ينطوها راتب وتقدر تعيش، استغنت عنه بسهولة، دليل على أن ماكو هناك رابط روح بيناتهم، ماكو هناك تضحية، ماكو هناك حب، ماكو هناك تآلف. فالله سبحانه وتعالى من قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة، هذا اللي ما موجودات بيناتهم، موجودة مصلحة اللي هي المصلحة الاقتصادية الأولى، من توفرت لها بغير مكان تشوفين رأسا عافة الزوج. وصل الخبر انه انا صار عندي راتب وهو راح يسوي علي انا قضية نفقة على مود البنية، وحس انه هو انا المستفادة، فظل يدز علي ناس بانه يريد يرجعني. انا ما قبلت ارجع له، قلت لهم بعدها خليه يترك المخدرات، خليه يترك الحبوب، يلا ارجع له. طبعا هو قال لهم اي انا اتركوا هاي بس، فبعدين قالوا انه احكوا وياه تفاهموا لان اهلي اقتنعوا. فمن هنا من اجانا صدمني الموضوع، قال احنا نرجع بس ما نرجع محكمه ويجي شيء، نرجع ويبقى تموتين تصرفين على اهلك، ابقى صرفي على اهلك، يجيك الراتب مال المطلقات، بس احنا نرجع بس عقد مال سيد، ما نرجع محكمه حتى يبقى لك الراتب. فانا فكرت فيها يعني وعلى مود بنتي، شفتها صحيح انه انا اقدر نرجع هيك ويبقى لهذا الراتب وخلص، يعني
يعني انه رجعت عائله. قلت له زين والشغل؟ قال لا ما اقدر اخليك تشتغلين. وهاي اخر الاحصائيات الاخيره تقول انه اكثر من 200 حاله طلاق يوميه يشهد المجتمع العراقي للاسف. هذه حالات الطلاق اللي منظوره امام المحاكم اكثر من 200 حاله طلاق. الاحصائيات لعام 2022 وبدايه 23 حددت انه خلال الشهر الاول من عام 23 وصلت حالات الطلاق الى حدود 6000 حاله طلاق. هذا الشهر 7000. نعم هذا الشهر صارت 7000 وقبلها 5800 اعتقد بالشهر الثاني. هذه ارقام مخيفه مخيفه مو بس للمراه يعني حقيقه، لانه كل زواج مبكر يترك وراءه طفل طفلين ثلاثه، وبالتالي هؤلاء الاطفال راح يعيشون حاله فراغ حاله ضياع، وبالتالي معظمهم راح يعيشون بالشوارع للاسف الشديد. يعني اولا الاب ما موجود، مشغول بعمله، مشغول ب هذا ان كان لديه عمل، يعني اكو بيهم عاطلين عن العمل، اطفالهم بالشوارع يعني يروح يعني يمتهن هذه المهن اللي تجيب له تدر له كم فلس كم درهم. هذا واحد. الزوجه ما موجوده باعتبار انه انفصلت عن زوجها، لكن هي صاحبه الحق بالحضانه يعني وفق القانون العراقي وفق الماده 57 من قانون الاحوال الشخصيه العراقي. يعني عائله انتهت، وبالتالي نتائجها اصبحت على المدى البعيد مؤثره بشكل خطير على المجتمع العراقي. حاله الفقر الحقيقه دفعت الكثير من العوائل ان طبعا بالمناسبه يعني هذا موضوع الطلاق الصوري قد يكون بالاتفاق بين الزوج والزوجه، لانه الزوج هو من يدفع زوجته الى ان تقوم بهذه الحاله باعتبار انه يقول احنا متزوجين شرعا، فممكن انه نفترق قانونا حتى نحصل المبلغ اللي ممكن ان يدر لنا وارد معين او وارد اضافي اخر ونستفاد من عنده، في حين هو حرام شرعا وقانونا. وبالتالي هذا الرقم اللي يحصل عليه الزوج او الزوجه مطالب به امام الله سبحانه وتعالى ومطالب به امام القانون. وزاره العمل بالفتره الاخيره اعفت حدود 10000 حاله اسره قامت بالاضرار بهذا اللي كان المفروض يكون عامل مساعد على تحسين العوائل وانتشالهم من حالة الفقر للأسف الشديد. وصلنا إلى وقت معين أنه نحاول أن نحصل بعض المبالغ من أجل تحسين الوضع المالي، وهذا بالتأكيد خطير. يعني هذا أولا يضر بمردودات العوائل الأخرى التي يمكن أن تستفيد من موضوع الرعاية. أولا هي تزوير، يعني أولا تزوير بمحررات، وهذه المحررات تم استخدامها لأغراض نفعية يعني لأغراض رسمية. يعني القانون العراقي، قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 معدل، وحضرتك تعرفينه، أنه ميز بين المحررات الرسمية والمحررات غير الرسمية، والمحررات حتى الرسمية أو الغير رسمية التي تستخدم لأغراض رسمية هذه عقوبتها السجن. وعقوبة التزوير عقوبة مو سهلة يعني، لكن الحقيقة وزارة الوزارة المختصة اللي قامت يعني بموضوع إنساني أو نظرة إنسانية أعفت العوائل التي تجاوزت عن بهذا الموضوع وحصلت على منفعة من هذه من هذا المشروع عفتهم من العقوبة، لأنه نظرة إنسانية باعتبار أن هذه العوائل بسبب حالة الفقر المدقع وبسبب كثير من العوائل وضعها تحت خط الفقر يعني الخط الأحمر نسميه احنا، دفعها إلى أن تلجأ إلى هذه الحالة، لذلك عفتهم. لكن العقوبة
يجب أن تكون صارمة ويجب أن يكون لها حد باعتبار أن هذا تجاوز على حقوق الآخرين. فقبلت ويا ريتني ما قبلت، لأنه بعدين عرفت الموضوع حرام، لأن أنا أخذت فلوس من الدولة وأني أصلاً مو مطلقة راجعة. وبعدين سمعت هواية ناس مثلي همي المطلقين وبالتراضي، يعني مو أني هيك صار طلاق صدق، لا ذولاك هم يطلقون ويبقون على عقد السيد. فصدمت الموضوع هيك. فأني بالبداية من قبلت ورجعت لي للبيت يم عيالي وعشت وياهم وماكو أي مشكلة وراجعين سيد والراتب يستمر وطل أهلي وحياة سعيدة وماكو أي مشكلة. طبعا احنا عندنا ارادتنا وعي، خاصة الوعي الديني، وايضا بنفس الوقت يعني مرافق للوعي الديني التشدد بالقوانين. يعني كثير يعني دائما نشوف مثلا بيان من وزارة العمل تم استرداد كذا مليار، يعني هذا شلون تحللها؟ تحلل هذا الناس كانت تاخذ كذب وكانت تاخذ يعني تحت طائلة القانون وغيرها من هذه المسائل، من ضمنها هاي اللي يتزوجون ويطلقون صوريا ويرجعون السيد والى اخره. فهذه الوسائل وغير وسائل الموجوده، مثلا يدخل في بيت ايجار ويجي الباحث يشوف صدق قاعد بطين وهو يجوز عنده فد 3 لوريات 4. احنا مشكلتنا استاذ العزيز، شوف اذا طرقنا احنا عندنا قضيه البطاله وقضيه الفقر ما بها وسائل. يعني شلون نلزم الانسان الفقير؟ فقط الموظف، كغير موظف ماكو قاعده بيانات تبقى على الكلام ماله، لذلك يكون الاحتيال سهل جدا. يعني جزء واحد عنده مثلا فد 10 محلات ويقول انا فقير، الدوله ما تدري، لان مو موظف وفقط الموظف هو المسجل قاعده بيانات الرواتب وغيرها. لذلك الدوله يجب ان تستخدم وسائل اخرى حديثه حتى تكتشف، مو الا هاي بيتنا والا ما تكتشف غيرها. هسه واحد يقول مو احنا صح راتب ما يكفينا نشتغل وكذا، فهذه وسيله من الوسائل انا اشوفها يعني غلط، لان هذا مخصص الى ناس. انا في اليوم عجبني يعني معروف الشيخ رشيد الحسيني الله يحفظه عنده برنامج جميل، فخابره واحد قال انا كنت اخذ راتب الرعايه الاجتماعيه يعني عاطل عن العمل، والان حصلت عمل صح بسيط بس حصلت عمل ارجع له لا. فبالبدايه مدح السيد وبعد شوف ناس وين تفكر، واكو ناس بس تريد تجمع شلون ما كان. هذه الفتاه راسا ضميرها شوف شلون صحه وقالت أنا وصارعتها الصراع بينه وهي في أمس الحاجة إليه. أنا متأكد لو نطي هذا راتب وراتب الفوقه على هالدين على هالدنيا وهالغلاء هو بعد يرادلها، ولكن هناك حس ديني، هناك حس أخلاقي، هناك تنشئة اجتماعية سليمة خلاها. أنا هنا أنا صارت عندي بنت مرضت ما أعرف أثرها، لأنه المال حرام يعني ظليت أركض بيها، راتبي ما يكفي اللي يجي ما يكفينا أي شيء، من أي تمرضت. فرحت أنا سألت، رحت يعني بالزيارات وسألت هواي ذولي قاعدين الشيوخ، فحكيت لهم القصة قالوا لي حرام هذا المال حرام، مدام أنت تأخذين مال حرام فيجوز هذا تأثيره ما تعرفين، يعني ليش هيك تسوين حرام؟ يا أما ترجعون رسميا وتلغون هذا يا أما أنت بعد تقرري. فهنا أنا قلت له يعني قلت له يا بهيش يقولون ما صدقني، قال لي لاش عليها المرض مال البنية، هي البنية جزء من أساسها مريضة ومن كبرت شوية بين بيها لأن الدنيا منتهية يعني كانت. فأنا قلت له لا هو هذا السبب، يا أما إحنا نرجع بعد تسوي لي عقد محكمة ويلغي هذا الراتب وخلص، إحنا يعني حرام علينا بعدها هي وأني راضية باللي صار، وبعد هاي مال الشغلة بأهلي ما قبل هو ما قبل يعني. فأنا زعلت رحت عند أهلي قلت له أنت بكيفك بعد تريد تطلق، يعني بعد صارت الموضوع رسمي. فهو خلال هاي الفترة يعني أنا اكتشفت هو عنده هواي علاقات أصلاً، بس أنا كنت يعني شلون ما مسويت له أي بال، وهو عادي نفس الشيء مستمر ياخذ حبوب. فالحياة وياه بعد هو اللي حددها، يعني بأي لحظة ممكن يطلق السيد كنت متوقعة، بس ما توقعت انه صار بيسويها يعني. وبته ورجعنا وفتره وتعلق بيها، طلقنا سيد ورجعت نفس الشيء. ذكرنا بقصه جميله احد العلماء راح من بالي، علماء يقول انا عالم ديني وزوجته ايضا لا باس بديانته، وطلع ابن يعني عدوان ياذي الجيران. يقول انا قاري هاي الروايات، فسالت زوجته قلت لها شنو الموضوع؟
هو ابن الحرام مو الا الزنا في اموال حرام. قالت له والله من كنت حامل عن خذت رمانه من 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 البقاله وصفنا بدون ما قلت له شوف طلع ابننا. روايه بسيطه ولكن شوفوا ايش قد لها مغزى. وهذا طبعا رساله الى كل من يلم هسه بالحرام يجوز هو ما يلزم الشرطه اليوم ولكن تطلع في اجياله تطلع في صحته الى اخره. فهاي البنيه الظاهر عندها من هذا الايمان عندها من هذا القضيه الربانيه اللي عندها تفسر حتى قحت بتها هي قضيه الاموال الحرام. وهذا دليل على يعني نبحها طاهر وفعلا يراد واحد يساعدها حتى ينقذها من الامان. هو اولا بما انه يعني صار عندها صحوه الضمير وانا حسب ما سمعت انه هي عندها المبلغ جاهز يعني المبلغ مهيئته لاجل الاعاده. فبالتاكيد يعني انا بتقديري انه تذهب الى دائره الرعايه وتعيد المبلغ ها وتقول لهم هذه الحاله كانت موجوده بما انه يعني دائره الرعايه وفق القانون رقم 11 لسنه 2014 لها السلطه والصلاحيه من اجل الاعفاء في هذا الموضوع. لذلك اعتقد انه سوف لن تتعرض لعقوبه. وصارت هي هذه كثير من الحالات اعلنت اكثر من مره وزاره الوزاره المختصه عن فتح باب مراجعه من قاموا بهذه الممارسه الخاطئه يعني الطلاق الصوري مراجعتها واعفائهم من العقوبات. اعتقد ان الوزاره سوف تعفيها من العقوبه وبالتالي ان كان هنالك اجراء سوف تعاد الاموال الى الدائره المختصه وبالتالي تستمر في عمليه قبضها للمبلغ المخصص لها باعتبارها مطلقه حقيقيه. يعني بنتي شويه تحسنت يعني شكل اللي كان هواي استغفرت رب العالمين بقرات نفس الشيء بس قالوا لي اللي اخذتيهن يعني قلت خلي ما اعرف يا اما ارجعهن ما ادري اقدر اعطيهن الفقراء وهاي جاي اسال بيها او ارجعهم للدوله وانا اخاف اذا ارجعهم اخاف ينقطع الراتب وانا صدق هسه يعني مطلقه فما اعرف شلون اصرف بس انا مجمعتهم مال كل الاشهر اللي لان بعدين اجتني وقدرت يعني ابيع اشياء وهاي الاشهر اللي جتني وما اعرف اصرف بالمال هسه يا اما قلت اعطيهم فقراء يا اما ارجعهم للدوله بس انا خايفه اذا ارجعهم للدوله يعني خاف يقطعون الراتب بس انا هسه صدق يعني مطلقه وخاف ما يصدقوني يعني. وبعدين اكتشفت انه هوايه بنات هواي عوائل مسوين هيك شيء وعايشين حياتهم انا مو الاولى يعني بهذا الموضوع صراحة يعني قلت حرام يعني. وأنا أريد أنصح أي أحد يشوفني أو يسمعني إنه لا يسوي هيك شيء ولأنه راح تطلع يا أما بأطفالك يا أما بيك لأن هذا مال حرام ومال حرام أثره مو طيب ومو زين. وأنا بالتالي بنتي متمرضة وبنتي شوية ظلت تتحسن بس هو نتيجة المال الحرام لأنه كنا مال حرام حتى على أهلي مو زين. أنا كانت صح نيتي انه اساعدهم بس هو بالاخير هذا الشيء مو زين. فاريد اسال هسه محامي او اي احد انه انا ايش راح اسوي بهذا المال وين اوديه؟ يا اما اطيه فقراء يا اما ارجع للدوله. احنا يعني حقيقه محتاجين الى نشر الثقافه القانونيه بين العوائل، يعني مو فقط احنا ننتظر من خريج القانون والمحامي وصاحب الاختصاص ان يفهم بالقانون. احنا محتاجين الى ثقافه تبعدنا عن يعني تبعد العوائل عن الوقوع بالخطا وبالزلل. اولا احنا محتاجين ان تكون العوائل بمستوى المسؤوليه، يعني انا اقول في اكثر من لقاء قلت هذا الحكي انه العائله يجب ان تنظر الى بنتها بناتها يعني العوائل انه نظره فحص قبل الزواج، يعني تكون البنت موجودة قريبة من أمها قريبة من أبوها وتستمر بدون زواج ها أفضل من أن تذهب إلى زواج فاشل نتائجه فاشلة المخرجات مالته فاشلة والمراد من عنده أن تحقق لها عائلة هي سوف تؤدي إلى تحطيم العائلة وبالتالي المشاكل سوف تنعكس على العائلتين عائلة الزوج وعائلة الزوجة.
احنا نحاول ان نصل الى مرحلة يكون بها الطلاق محصور بلس للأسباب الحقيقية، لا هذه الأسباب التافهة، طلاق بسبب تليفون، بسبب مراسلة بين الزوجة والشخص آخر. أعتقد هذه ليست نافعة للمجتمع. المرأة أنا ما أنصحها ترجع لهذا الشاب، ليش؟ لأن هي عرفت الطريق، صار عندها وعي وعندها راتب راح يستمر، هذا راتب الرعاية الاجتماعية، وتقدر تربي بيتها بأحسن. لأن هذا مو على مود الفقر، لا، مو عدة آفة، عدة آفة المخدرات، وهذا بالمخدرات ما يتأمل يعني باكر وسوالف في مشكلة كبيرة ودخل إلى سجن. النوب لا هي راتبها ولا زوجها، لذلك هي من باب عندها إيمان وعندها قوة وعندها إصرار وعندها عزيمة. أنا متأكد أفضل من كثير من البنات أن تشق طريقها، والله سبحانه وتعالى قد يكتب لها شاب أفضل منه وياخذها هي وابنها وربيها.